جاوب بالعربية لأنه بس إني أدعو الشعب العراقي الحبيب ممن يرغبون بالتظاهر ضد الاحتلال بأن يؤجلوا خروجهم خوفا مني عليهم وحرصا مني على حفظ دمائهم بالتخلي عن حمل السلاح وحل جيش والسيد مقتدى هذا 120 اي 120 مو مش طيب ما في شباب ويحيى رحمه الله الكتابه يا ولد ويحيى عمي.